باشمهندس يعني ازاي ساهمت الارض الجديده او النقله الجديده في الارض الجديده لسد الفجوه دي؟ طبعا احنا في الاونه الاخيره الدوله طبعا اتجهت اتجاه كبير جدا في استغلال الارض الجديده والانتقال من الحزام الضيق للاراضي القديمه الى الاراضي الاستصلاح الحديثه. بالتبعيه طبعا في زياده في متوسط محصول الفدان اللي وجدناه بعد ما انتقلنا من الزراعه التقليديه للزراعه الاليه، ان وصلنا فيها انتاجيه متوسط 36 طن وقد تصل ل 40 طن في بعض المساحات اللي احنا تم الزراعه فيها. العام الماضي كنا تحديدا بنزرع حوالي 8000 فدان، كلها معظمها الاغلبيه العظمى اراضي استصلاح جديده. السنه دي بتوفيق من الله وتوجيهات اداره الشركه معانا والوقوف في جانبنا كاداره زراعيه، زرعنا 27000 فدان انتقلنا بها كلها للاراضي المستصلحه الحديثه، وابتدى نقلص المساحات اللي منزرعه في الاراضي القديمه. وطبعا هل الاراضي الجديده في انتاجيتها نسب السكر افضل، نسب النمو اكبر، الاحجام اكبر، يعني واضح ان في نقله؟ طبعا احنا في المتوسط المحصول الفدان في الاراضي القديمه متوسطه من 16 ل 17 طن فدان، والجوده تتراوح حوالي 83%، بينما في الاراضي الصحراويه الجديده الانتاجيه وصلت معانا من 30 طن لحد 40 طن، متوسط 36 طن فدان، يعني ضعف المساحة، ضعف المتوسط المحصول اللي بتنتجه الأراضي القديمة مع استهلاكها في المية. احنا طبعا بنراعي حاجة معينة، ان احنا نحاول نوصل لمتوسط محصول الفدان عالي باستخدام التقنيات الحديثة في الري الحديث، في منظومة العمل الزراعي الجيد، من خدمة الأرض، من عملية إجراء عملية العزيق بالآلة، نفس القصة زراعة طبعا كلها بلانترات ديجيتال. انتقلت طفرة كبيرة جدا ان احنا وصلنا بمتوسط محصول عالي من نفس المساحة اللي احنا كنا بنزرعها في 17 طن، وصلنا فيها لمتوسط يصل ل 50 طن في أكثر 50 طن. فطبعا كان السنة دي مثال بسيط على كل المستثمرين اللي الحمد لله يعني معانا، انتاجية الفدان زادت، وبالتبعية 27000 طن يمثلوا للشركة حوالي 900000 طن، قد يزيد للمليون.